مرحبا جميعا، لقد اشتقت إليكم. هل تريدون الذهاب في رحلة مع الصور؟ إنها ممتعة. بآخر مرة ذهبنا إلى السماء مع العصافير، لذلك اليوم أنا متشوق لأرى إذا كان هناك أصدقاء أخرى سيسحروننا، لذا فلنذهب في رحلة مع القصة الآن. الأرض لها مساحة واسعة، لقد كانت ممتلئة باللون الأخضر. لقد دعوت صديقا خروف، سيكون سعيدا جدا بالمرور. الخروف لم يكن قادرا على الرؤية، لكن فجأة ظهر. الأرض اكتشفته وتكلمت معه. أنا دعوتكم لأنكم من الممكن أن تحبوا رائحة الحقل، كيف هي؟ ثم هي أجابت: لا أستطيع الرؤية الآن، لكن أنا حقا أحببت رائحة المكان. لا أعلم أين هي، ولكن بهذه الرائحة يمكنني الشعور بهذا المكان. شكرا جزيلا لدعوتي إلى هنا. الأرض أرادت دعوة صديق للاعتناء بالخروف الذي لا يستطيع الرؤية. الأرض سألت الشمس: هل لديك أي صديق يمكن أن يعتني بالخروف؟ الشمس أجابت: إن كان هناك من يستطيع أن يعتني بالخروف في الحقل وأن يزرع الزهور والأشجار في الأرض، كم سيكون ذلك جيداً؟ يجب أن يكون هناك شخص ما. دعونا نؤمن بذلك، كل شيء سيكون على ما يرام. سنلتقي غداً بابتسامة واسعة. إذن هل سنخرج لرؤية الخروف ونحن نرسم؟ أولاً أحضر الأدوات. اليوم نريد فقط بعض الأوراق وأقلام التلوين. من فضلكم ارسموا الأرض أولاً. هل تعلمتم آخر مرة؟ وأنا سأرسم الهضبة في الخلف. يمكنكم تلوينها كموجة كبيرة. ارسموها أعلى وأخفض قليلاً. وسأرسم الشمس والغيوم في السماء. هذه المرة أرسم الشمس أعلى قليلاً من الجبال. ثم سأحاول رسم الغيوم بواسطة ألوان أغمق قليلاً. أرسم الغيوم الأربعة. من فضلكم أرسموا بعض العشب. عشب بارز. من فضلكم أرسموا أعشابا مدورة. نعم، سألون اللون القادم. أوه، لماذا؟ ألدينا خروف؟ الخروف سيظهر عندما ننتهي من الحقول. أرجوكم لا تقلقوا، هل ينبغي أن نلون الأعشاب باللون الأخضر؟ لأن العشب عريض هذه المرة، لا يتوجب عليكم أن تلونوها بتأني. من فضلكم مدوا اللون بشكل عريض. نعم، العشب قد تم تلوينه، وسألون الهضاب باللون الأخضر. هذه أول هضبة، لونتها بالأخضر. بعدها الهضبة الثانية،
سألونها باللون الأخضر الأغمق. حتى وإن كانت نفس الهضبة ستكون أجمل إن كانت الألوان مختلفة. إذن لونت الهضبة الثانية باللون الأخضر الغامق. الهضبة الثالثة سألونها بالأخضر المصفر، والذي تم استخدامه تحت في العشب. لونوا الأعشاب تحت قليلاً. هذه المرة حاولت التلوين بألوان أقوى، لذا نفس اللون سيبدو مختلف. لونت ثلاث هضاب بهذه الطريقة، ثم سألون الشمس. لونت الشمس المدورة بالبرتقالي بدلا من الأصفر. حسنا، والآن سألون السماء. سأستخدم أقلام التلوين وألون السماء مرة أخرى. سألون السماء والغيوم بهذا اللون المخلوط. تبدو كغيمة طبيعية. لونوا برفق، لونوا بقوة. استخدموا أقلام التلوين بشكل مائل وبشكل عمودي. قوموا بالتلوين بشكل كامل يا رفاق. نعم، السماء الزرقاء قد اكتملت. نعم، أرسموا كل اللوحات. سأرسم الخروف على هذه الورقة الصغيرة. نعم، سأرسم الخروف التالي. سألون باللون الأصفر. الآن سأملأ كل المنطقة باللون الأصفر أولاً. ثم سأضع الأسود فوق الأصفر. إذن هي ممتلئة الآن بالأصفر. ثم سأضع اللون الأسود فوق الأصفر. سأحاول حتى يتغطى الأسود بالأصفر. هل أنتم تتساءلون ماذا أفعل الآن؟ الآن سأرسم خروفاً هنا. من فضلكم توقعوا كيف سيتم رسم هذا الخروف. كلما تغطى اللون الأصفر كلما كان ذلك أفضل. نعم، الأصفر تم تغطيته جيدا. الآن سأرسم خروفا هنا. سنرسمه بقلم الرصاص. لدينا قلم رصاص. سأقوم برسمه بقلم الرصاص بآخر قلم الرصاص وليس أوله. لا يظهر عندما نرسم على اللون الأبيض، ولكن عندما ترسم فوقها انظروا كيف يتم ذلك. الآن سأرسم أولاً وجه الخروف. الوجه بدائرة صغيرة، الأذنان على الجوانب رسموا بدوائر صغيرة، ثم لونوا جسم الخروف.
كالغيمة. و أريد أن أرسم ذيلا صغيرا. ثم هل تعلم كم قدما يملك؟ نعم، 4 أرجل. نعم، رجلين من الأمام 2 و2 من الخلف. ألونها هكذا. عندما أحك بشكل أقوى هنا، هذا اللون الأصفر سيخرج. إذا كشطت الجسم سيتحول اللون هكذا. اللون الأصفر في الأسفل يبدو جميلاً جداً. إذن أنا كشطت الجسم وجعلته يبدو باللون الأصفر. يمكنكم أيضاً تلوين الذيل هكذا، أو إذا كنتم تحبون اللون الأسود اتركوها هكذا. المرة الأخرى ليست هنا. سأحاول رسمها بتأنٍ. عيون، أنف، وفم باسم. نعم، الخروف الأصفر قد اكتمل. سأقص هذا الخروف بالمقص. الآن بهذه الطريقة أجعل الخروف يأتي لداخل الورقة. قص بسهولة. بشكل دائري أجعل الأرجل تأتي لداخل الورقة. نعم، حاولت قصها هكذا. ثم سأحاول وضع الصمغ من الداخل. ها هي. عندما نفتح الغطاء الآن تبدو هكذا. هنا اقلب الخروف. ضع الصمغ في الخلف. الآن بعد قلبها ولصقها اقلبها ثانية. وضعها في المكان الذي تريد وضع الخروف فيه. الآن أين يجب أن أضع؟ هل تريدون أن أضعها أمام الهضبة هنا؟ نعم، إذا ضغطتها هكذا. إذن الخروف على الهضبة. نعم، أتمنى أن يستمتع الخروف على هذه الهضبة. كيف كان درسكم اليوم؟ اليوم تمت دعوة الخروف، والخروف لم يستطع الرؤية. كيف ستشعرون إن لم تستطيعوا الرؤية؟ عندما تلتقوا بأناس لا يستطيعون الرؤية، من فضلكم ساعدوهم. المرة القادمة سأكون منتظراً صديقاً ليأتي ويساعد الخروف. سنلتقي المرة المقبلة. وداعاً جميعاً، باي باي.